ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتنفيذ آلاف عمليات التطهير والتعقيم بالإضافة لتدريب المتطوعين. لا شيء يحول دونهم ودون المخاطر سوى حفظ البارئ ثم الجاهزية والتدريب، مقدمين بعزيمتهم على أداء واجبهم النبيل تجاه وطنهم في مواجهة جائحة كورونا. فمنذ ظهوره الأول في المملكة، قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالآلاف من عمليات التطهير لترافقهم عدسة مركز الأخبار في موقع عملهم للتعرف عليه عن كثب. استكمالا للجهود اللجنة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وبناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية، تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني كإحدى إدارات خطة الطوارئ على مدار الساعة، اللي من أبرز أهدافها حماية الأرواح والممتلكات على مدار الساعة. وأيضا يقوم فرع التطهير والتعامل مع المواد الخطرة بتغطية جميع البلاغات المختلفة التي ترد فيها حالات إيجابية، بالإضافة إلى عمله القيام بعمليات التطهير الاحترازي. تبقى الجاهزية العالية والاستعداد دائما والتحلي بالشجاعة هي العلامة الفارقة لدى رجالات الدفاع المدني في مواجهة الصعاب التي يتعرضون لها في أداء الواجب بكل كفاءة واقتدار.